فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما أبرز الأحكام في وقتنا الحاضر وخصوصا في الشتاء، وذلك في المسح على الخفين لأنها تخفى على كثير من الإخوة والأخوات؟ المسح على الخفين أو ما يقوم مقامهما مما يستر الرجلين رخصة من الله سبحانه وتعالى، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها العلماء، فهي رخصة من الله جل وعلا لأجل التسهيل على العباد، لأن كونه لا يلبس الخفين أو ما يدفئ الرجل هذا فيه حرج، وكونه يخلعهما يخلع الخفين لكل وضوء هذا فيه مشقة، والله سبحانه وتعالى شرع لنا المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة، يعني على وضوء، لبسهما بعد كمال الطهارة، وكان ساترين للمفروض، ساترين للرجلين تماما، وتحدد بالمدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. فبهذه الشروط يصح المسح، وهو رخصة من الله سبحانه وتوسعة من الله عز وجل على عباده. نعم.